الأهلي يكتسح سان جورج الأسيوبي برباعية نظيفة ويتأهل لدور المجموعات عن جدارة واستحقاق. كابتن ماهر ألف مبروك، تأهل مستحق حقيقي. ألف مبروك للنادي الأهلي، مجلس إدارة النادي الأهلي، الجهاز الفني، اللاعبين، جماهير النادي الأهلي العظيمة اللي بتساندنا في كل مكان. زي ما قلنا في أول الحوار في الشوط الأولاني، واضح إن في إيجابية وإصرار ودوافع من النادي الأهلي على الفوز في اللقائين. الفوز الأولاني 3-0، حسنا النتيجة ل 4-0 في الشوط في المباراة الثانية، وده بيأكد إن فعلا يعني تاريخ النادي الأهلي وإنجازات النادي الأهلي وإصرار النادي الأهلي ولعبة النادي الأهلي عندها تصميم إن شاء الله بإذن الله لدور المجموعات. الشوط الثاني أيمن بنفس الفاعلية، يعني احنا اتكلمنا على إن كانت الجبهة الشمال أكثر انتشارا وأكثر حركة وأكثر سرعة من الجبهة اليمين. رد علينا مستر كولر طبعا في بدايه الشوط الثاني، كفتين بداوا متوازيين بشكل كبير جدا في انطلاقاتهم في الحالات الهجوميه، يعني اذا كان محمد هاني مع طبعا عبد القادر على فترات، ثم كاستيلو كريستو في طبعا المرونه من ناحيه التغيير، يعني مره بيروح كريستو ناحيه اليمين، عبد القادر بيروح ناحيه الشمال ربع ساعة وبعدين يحصل التغيير تاني. طبعا الهدف الرابع لكهربا، يعني هدفين لكهربا وهدفين لأفشة، اللي أنا شايف إن أفشة بيعتبر رجل المباراة النهاردة صحيح. بصراحة بأدائه المميز عمل كل حاجة، كل حاجة ممكن تتخيلها أيمن عملها أفشة النهاردة صح. كمية الجري اللي جريها، طبعا الجانب الدفاعي اللي بدأ يزيد بشكل كبير لأفشة، الباصات البينية اللي خلف دفاعات سان جورج القاتلة اللي بيعملها هو إمام بصراحة صحيح. يعني وبعدين كمان أيمن في الهدف اللي سجله أفشة، المتابعة الجميلة، أفشة بيلعب راجل في نص الملعب أو راجل جوكر بلاي ميكر، وتفاجئ أن كل الهجمات للنادي الأهلي أفشة موجود جوه 18 وإمام كمان صح، وده بيأكد ان الكثافة العددية للعيبة النادي الاهلي داخل الصندوق كانت موجودة بحالة ايجابية، انتشار جيد ومتابعة جيدة، عشان كده قدرنا نسجل الهدف الثالث، ثم الهدف الرابع الكروس العرض لمحمد هاني بشكل كبير جدا لكهربا اللي هو يمكن ضيع فرصتين قبل كده بضربة رأس، ثم اجاد بضربة رأس الهدف الرابع. عايز اقول طبعا بعد كده يمكن التغييرات اللي مستر كولر بدا يضيفها لبعض اللاعبين، اللي احنا زي ما قلنا الكابتن قالوا ان مستر كولر عايز يجهز الناس كلها خلال الفتره الصعبه اللي جايه بالنسبه للنادي الاهلي، لكن مفيش خطوره على دفاعات النادي الاهلي، يمكن هجمه ممكن او هجمتين لكن رامي قدر يتصدى ليها، محمد عبد المنعم عمل تغطيه وميلان على الخط بشكل كبير جدا في بدايه هجمات سان جورج في بدايه الشوط الثاني، وقدر ان يقطعها بشكل جيد ويبدا هجمه منظمه من خط دفاعات النادي الاهلي.